حبيبي بعينك بتحشت الدلالي يا بيا عاخديني على حي البيا عيد ولا حبيبي بعيني بساحة الدلالي أنا أهلي حطوني نعطري في الجناين قالوا لي وصوني تأحرس ما تري عيني غفلوا غفلوا شوي مرقوا الحرامي وسرقوا البساتين يا بيا عاخديني على حي البيا عيد ولا حبيبي بعيني بساحة الدلالي صباحك ليا. صباحك يا سمر، كيفك اليوم؟ صباحك الحمد لله تمام. كيف هيك الطاقم لقيتيها اليوم من عند الصبح وكيف ملاقي الطقس اليوم؟ اليوم في برودات ما في شوب كتير حلو اليوم اكيد الطقس. صباحي حلو بوجودك اكيد وانا صباحي احلى اكيد بوجودك وطاقتك دائما حلوه مثل ما بقول لك وايجابيه. يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه اكيد والصحه والسلامه لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه، ابقوا برفقتنا ولكن تحيتي الأولى لأطبائنا ولجيشنا العربي السوري، الله يحميكم والله يرحم جميع الشهداء ويشفي كل المرضى أكيد والجرحى. ويسعد صباحك عن جديد. صباحه يا سمر عن جديد وصباحه لكل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله يا رب يوم جمعة مباركة على الكل، إن شاء الله يا رب الله يبعد المرض عن الكل ويخفف الوجع عن الكل، لكل حدا عم يعاني من أي شيء. نضل نقول ونذكر ونعيد لكل حدا مضطر يطلع براد بيته، التزموا بالكفوف أو بالكمامة وبالمعقمات والنظافة الشخصية والتباعد المكاني بين بعضكم. خلينا نروح لفاصل ونبلش صباحنا لليوم. ليا معلومات عن حياتنا وبعض من طباعنا وعاداتنا متابعه بهالتعلم. معلومات كتير ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه إذا وضعت سماعات للأذن لمدة ساعة واحدة فإن ذلك سيؤدي إلى تضاعف البكتيريا داخل الأذنين؟ وهل تعلم أن الضحك يمحو التشنجات العضلية والتقلصات التي تكون في الأصل السبب الرئيسي لظهور آلام الظهر والرأس والعنق؟ وهل تعلم أن الغضب يحرك مناطق الصدق في الدماغ ومعظم الأشخاص أقرب إلى قول الحقيقة عند الغضب؟ وهل تعلم بأن الزعفران يمتلك خصائص مضادة للكآبة حيث يعمل على زيادة مستويات المواد الكيميائية المعنية في الدماغ ومنها السيروتونين؟ وأخيراً هل تعلم أن الآيس كريم يحسن مزاج الإنسان ويزيد الشعور بالسرور وثبت أنه ينشط مراكز السرور والسعادة في الدماغ؟
بعد ما تعرفنا هيك على شوية معلومات ما كنا بنعرفها، هلا خلينا نروح لجولة على أخبار المنوعة حول العالم. أولى أخبار جولتنا المنوعة على اليوم مع دراسة تتناول آثار سلبية لتناول البطيخ الأحمر. فحسب الدراسة، على كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الجهاز البولي بعدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم. فيحتوي البطيخ على كمية كبيرة من السوائل، أي أنه حتى عند وجود استعداد بسيط لارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند عمل الكلى بصورة غير فعالة، يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر مشكلات عديدة، فالكلى لا تتمكن من معالجة السوائل، لذلك يبقى جزءا منها في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم وبالتالي إلى ارتفاع الضغط. تمكن الرجال الأطفاء من إنقاذ طفل عمره 6 أعوام علق بين قضبان النافذة في مبنى سكني في الصين، وذلك بفضل رجل شجاع حمل الطفل على كتفيه خلال العملية. وقطع رجال الأطفاء قضبان النافذة الحديدية على جانبي رأس الطفل بالدقة العالية لتحريره، وبعد حوالي 3 دقائق تم إنقاذ الطفل بنجاح ولم يصب بجروح خطيرة. إلى غرائب وظواهر الفضاء، انتشر فيديو لثقب أسود نشط صغير يضيء بشكل مدهش، يقع على بعد 15,000 سنة ضوئية، ويكون عبارة عن سحابة غاز مجاورة في إيقاع محدد ومشترك في ظاهرة غريبة ولكنها رائعة. ختام جولتنا المنوعة من الفضاء إلى مشاهد من قاع المحيط تم تداولها مؤخرا لحركة الكائنات تحت المياه وتشكيل لوحة للناظر مميزة. ليا، بهدف إعادة القلق للمناطق الأثرية التي تعرضت للإرهاب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، بدأت دائرة الآثار في حمص مشروع ترميم وتأهيل القسم الغربي من قصر الزهراوي الأثري في المدينة القديمة. التفاصيل مع مراسلنا في حمص أسامة ديوب. بدأت دائرة الآثار في حمص مشروع ترميم وتأهيل القسم الغربي من قصر الزهراوي الأثري في المدينة القديمة، والذي يعد أحد القصور الأثرية المهمة التي يعود تاريخها للفترة المملوكية.
قصر الزهراوي احد اهم المباني الاثريه في مدينه حمص والمستملك لصالح المدير العام للاثار ومتاحف لتاهيل كمتحف للتقاليد الشعبيه. هذا المبنى والذي يعود تاريخه الى الفتره المملوكيه 661 للهجره تعرض الى اعمال نهب وتخريب اثناء تواجد العصابات الارهابيه المسلحه في مدينه حمص. خضع لاول اعمال ترميم سنه 2015 من الاعمال الاسعافيه. حاليا المشروع الحالي في هذا القصر هو ترميم وتاهيل القسم الاداري من هذا المبنى وهو القسم الغربي ليعاد إنشاء إن شاء الله إعادة النشاط إلى هذا القصر. أعمال الترميم تشمل إعادة ترميم الجدران والأسقف وتدعيم البهو الرئيسي الفاصل بين القسم الغربي والشرقي للقصر مع إعادة تركيب الأبواب والنوافذ حسب الصور والمخططات للحفاظ على جمالية الأثرية والتاريخية للقصر. الأعمال تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي القسم المملوكي تم بطريقة إسعافية لإعادة بناء القباب، والمرحلة الثانية وهو عبارة عن إعادة قشر وبناء جدران حجرية مع الحفاظ على الطابع المعماري مع ملاحظة وجود طرز معمارية جديدة تم الحفاظ عليها. قصر الزهراوي من أشهر بيوت حمص وشيد كدار حكم من طابقين ومكاتب إدارية، وقد بناه علي بن أبي الفضل الأزهري استنادا إلى كتابة تأسيسية منقوشة على حجر في الواجهة الشمالية المطلة على باحة الدار. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن حالة من الواقع عم نعيشها، كيفية تناول الدواء بظل جائحة كورونا. كتار من الناس بالأوقات الطبيعية بيعتبروا رفقاتهم أو جيرانهم أو حتى الإنترنت هو الطبيب وبيقرروا على أساسه تناول الدواء ومن غير تشخيص وبشكل أكيد عشوائي. تماما سمر، يعني وخاصة هلأ بجائحة كورونا عم نشوف كتير من الأشخاص عم ياخدوا فيتامينات، عم ياخدوا زنك، عم ياخدوا أدوية بشكل عشوائي ما بيراجعوا الطبيب، ولكن بالحقيقة هو في عيارات وفي أجسام بحق لها تأخذ أدوية هي وفي أجسام ما بحق لها تأخذ الأدوية. رح نحكي أكثر عن الأدوية واستخداماتها بالشكل الصحيح وعدم استخدامها بالشكل الخاطئ أكثر مع الدكتور الصيدلاني مغيث دلاوي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي انه السؤال الاكثر شيوعا بهالوقت انه الاشخاص المتعافين والغير مصابين بفيروس كورونا هل من المسموح لهم انه ياخذوا دواء مثلا مضاد حيوي او دواء التهاب، ولا شو هي الاثار الجانبيه اذا استخدموا هالادويه؟ هلا بالنسبه للمضاد الحيوي كبدايه يعني هو ما بصير يتاخذ الا عن طريق طبيب وبحالات معينه، يعني مثلا في حالات التهابات فيروسيه ما بصير ناخذ فيها الانتيبيوتيك، في حالات ثانيه ممكن ينقص مناعه الجسم بزياده فبيخليه اكثر عرضه للشخص انه ينصاب بداء كورونا او الى ما هنالك. بالاضافه طبعا انه المضادات الحيويه يعني لها مشاكل كثير. طبعا اول شيء هي بتقضي على البكتيريا النافعه بالامعاء فبتعمل مشاكل بالمناعة، وبده جسم حوالي أكثر من شهرين ليتعافى من هاي المشكلة طبعا. فمفروض أنه ما يستخدموا الأنتيبيوتيك نهائيا إلا باستشارة الطبيب أو استشارة صيدلي طبعا على الأكيد. يعني حتى هلأ بأغلب دول العالم الأنتيبيوتيك ما بينعطى إلا بوصفة طبية بأمريكا وبكندا، احنا هون ضامي يعطيني حب احمر واسود دغري انه والله حاسس رح توجعني اللوزه هاي فاعطيني حب التهاب. تماما طبعا هذا اكبر غلط. يعني في دراسات كثير حتى عم بطلع عليهم
انه استخدام المضاد الحيوي لمده اكثر من شهرين ممكن ينقص العمر عند كبارية العمر فوق الستين بنسبة 27%. يعني قاتل، مو بس انه هو له مشاكل، حتى انه استخدام كورس واحد من الانتيبيوتيك بيضل شهرين عامل له اضطرابات هضمية ومشاكل هضمية بالبكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتيك، اللي هي مسؤولة عن جزء كبير من المناعة وعن الهضم أكثر من شيء. هلا خلينا أنا كمان نحكي عن المناعة، تقوية المناعة. كثير سمعنا انه لحتى نحمي حالنا بناخذ فيتامين د، بناخذ زنك، بناخذ فيتامين سي، وفي منا عم ياخذ التركيبات الفيتامينز بالإضافة لمالتي فيتامينز، يعني علبة فيها عديد من الفيتامينز، وايضا عم ياخذوا مركز بعلب مركزة. خلينا نحكي هالشيء صح ولا غلط للعالم الأصحاء اللي هن بس بدهم يقووا مناعتهم. هلا بشكل عام يعني الانسان الصحيح هو عنده مناعه ذاتيه، يعني من اكله من شربه من حياته الطبيعيه، يعني اوريدي الله عطى كل واحد مناعه، فنحن ممكن انه نزيد هاي المناعه باشياء معينه بخصوص مرض الكورونا حاليا. في بروتوكول، وبروتوكول علاجي طبعا هو، وفي طريقة اللي هي زيادة المناعة عن طريق مجموعة أشياء طبعاً بنسب محددة. يعني الفيتامين سي مثلاً لازم ما يتجاوز 1000 ميلي جرام باليوم. يعني قطعة واحدة؟ إيه. هلأ في حسب العيارات، هلأ في عالم تقول لك أعطيني الأجنبي. الأجنبي طيب عياره 240 ميلي جرام. يعني بدك أربع حبات من الأجنبي الفوار. إنه فيتامين سي فيه عيارات. لا كان في عيارات. في مثلاً حبة من الصناعة السورية 1000 ميلي جرام تكفي. سنه انه لا بدي الاجنبي، بدي الفوار حصرا، يعني حسب شو بيبعتوا بالواتساب. طبعا خالته بعتت لجروب العيله انه استخدموا فوار فيتامين سي، وصاروا يوميا ياخذوا، ما بيعرفوا انه العمر بياثر، اذا كان يعني طفل صغير ما بيصير تعطوا هالفيتامينات الكثيره يوميا. خلينا نحكي شو هو العمر المناسب للفيتامين، شو نعطي الاطفال بظل جائحه كورونا برايك دكتور؟ تمام. هلا بالنسبه للاطفال هن اوريدي عندهم مناعه اقوى من الاكبر بالعمر ومن يعني الكهول ومن الاكل الطبيعي تبعهم الموجود، فهن عم بيستقوا كل انواع الفيتامينز والمعادن اللي بتقوي لهم المناعه، فهن ما لهم بحاجه لاي شيء، يعني من عن طريق الاكل، عن طريق العصير ممكن، اذا ولا بد حبينا نعطيه للطفل ففي مجموعه فيتامينات مركبات خاصه للاطفال بعيارات محدده كثير صغيره بتجي بالنسبه للاطفال. يعني ما فيني اجيب ولد عمره 6 سنين واعطيه حبة فيتامين سي عيارة 500 ثلاث مرات باليوم، يعني أكيد الفيتامين سي رح يعمل له مشاكل للطفل، حتى الكبير إذا تناول بجرعات كبيرة الأعراض جانبية ومشاكل كبيرة طبعا. تمام. دكتور في كثير من الأشخاص ما قادرين يعملوا تحاليل يشيكوا إذا عندهم نقص بأحد الفيتامينات يلي هي بتقوي المناعة، واللي هي هلأ يعني كثير منتشرة بأقاويل وبوصفات أطباء. كيف فينا نحن ناخذ جرعات ولكن نضل بالسيف سايد، يعني ما تأثر، حتى مثلا ناخذ فيتامين دي، نحن ما معنا نقص فيتامين دي بس إنه هو فيه عيارات، شو العيارات الصحيحة بكل الفيتامينات؟ تماما. هلأ بالنسبة للفيتامينات والمعادن اللي بترفع المناعة في عيارات محددة ما لازم نتجاوزها، لحنا ما نضل بالسيف سايد، وهي بتقوي المناعة طبعا، في هو اوريدي موجودة المناعة بس لحنا انه احتياط، يعني نتوقع الأسوأ ومنحاول بدل ما نعمل تحليل باخذ الجرعة المسموح فيها. يعني مثلا باخذ فيتامين سي بحيث انه ما نتجاوز 1000 ميلي جرام ل 3000 ميلي جرام بالنهار، يعني ماكسيموم. يعني طبعا زيادة عن هيك ممكن تعمل له مشاكل، زيادة الفيتامين سي ممكن تعمل له مشاكل هضمية، ممكن تعمل غثيان، لعية نفس، ممكن حتى تعمل مشاكل كلوية، انه تعمل له حصى كلوية، ويعني وكذلك الامر بالنسبة للمغنيسيوم. يعني في الجرعة بتتحدد حسب الوزن، حسب المشاكل الصحية اللي بيعاني منها الشخص، يعني اللي عنده قصور كلوي غير الطبيعي، اللي عنده قصور كبدي غير الطبيعي، اللي وزنه 120 كيلو
يموت اللي وزنه 60 كيلو يعني طبعا. ما فينا ناخذ جرعه هي ستاندر للكل وانه خلص نبعث للاصدقاء اكيد بتختلف من شخص للثاني تماما. اكيد مو ناخذ الوصفه مثل ما حكينا من الجيران او الرفقات او حتى العائله. الدكتور خلينا نحكي هلا الشخص اللي عم بيصير معه رشح صار في عنا كثير خوف بظل جائحه كورونا عم يفكر انه الاعراض انه يعني مبدئيا متشابهه فبيفكر انه معه كورونا بيلجا فورا بياخذ ابر. خلينا نحكي عن الابر اللي عم بياخذوها هن بيكون عندهم يعني رشح عادي وطبيعي يعني كان يمرق معهم بالسنين القديمه قبل الكورونا يمرقوه يعني عادي من غير لا ادويه ولا شيء هلا عم بيلجاوا للابر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا هو موضوع الابر انه شو هي الابر اللي عم بياخذوها هي انتي بايوتيك يعني نرجع لنفس الفكره اللي حكيناها اول شيء هي المضاد الحيوي. طبعا المضاد الحيوي مثل ما قلنا ما بصير يتاخذ نهائيا هو والديكلون الديكلون يعني اكثر هدول هدول الشائع عندنا بالبلد احنا يعطيني ابرتين طب شو هن ابرتين ديكلون ديكسون ديكلون وروس مثلا مثلا روسوبلكس سيفاترياكزون انه متعودين انه هاي الابره هي العلاج الوحيد للرشح واعراض القريب ومعتبرين الكورونا هي نفس نفس الرشح. فهي موضوع الابر هي الانتيبيوتيك ما بصير تتاخذ باي شكل الا عن طريق الطبيب. يعني ممكن تكون الاعراض كتير بسيطه اعراض رشح عابر يعني زكام موسمي شويه سيلان احتقان وشويه وجع راس بناخذ بنادول حبتين حبتين اربع مرات باليوم وبتمشي القصه ما انك محتاج تاخذ مضاد حيوي. بالعكس يعني هلا من فتره بالبروتوكول قالوا انه الازيتروميسين يستخدم بالعلاج الكورونا صارت العالم هجمت الناس كلها تتخزن 10 علب 7 علب ازيتروميسين. طب ما انت بجوز ما تعيش لحتى تاخذهم يعني بشكل عام ما حدا ضامن حياته لبكره يعني. وهذا الانتيبيوتيك بناخذه لحالات محدده كثير لما مرض الكورونا بينزل على الصدر وبيعمل انتان بكتيري طبعا مو الفيروس والفيروس ما فينا نقتله بالمضاد الحيوي احنا بنقتل الانتان اللي ممكن يتبعه لل انا بيعتبروه كمان دكتور وقايه هو مقوم تماما هو بيعتبروه وقايه من هذا فيروس كورونا غلط شائع يعني بيفكروا انه الازيتروميسين او المضاد الحيوي هو وقايه وهذا الشيء بالعكس تماما هو اكثر شيء بنقص المناعه لكن او احد الاسباب الرئيسيه بنقص المناعه بوجع حلق او باي اي شيء التهاب بجسمه لازم تحت اشراف طبيب ياخذ اذا بياخذ مضاد الحيوي لازم الحيوي. يكون تحت اشراف طبيب اكيد طبعا. او الصيدلاني دكتور طبعا. هلا نحن بالشهر التاسع والعاشر عند افتتاح المدارس بنركز على لقاح الجريب كل سنه بنوصي وبننطر لحتى ناخذ لقاح الجريب للصغار وصاروا الكبار بالسنوات الاخيره هل هذا اللقاح هو بيقوي المناعه بيحمي من الكورونا ولا ما له علاقه ب هلا موضوع اللقاح هلا نحن ما فينا نجزم اوريدي لانه دراسات مستجده يعني عم تكون هلا بشكل عام نحكي عن موضوع اللقاح. هلا طبعا في عدد محدد من الفيروس الموجوده بالطبيعه فني بيعملوا دراسه انه نحن بهذا الموقع بالموقع الجغرافي هذا مثلا بالشرق الاوسط شو هن اكثر فيروسز اللي احنا بنتوقع انه تجينا هاي السنه. فاني بيجي هنا تقريبا 200 فيروس توتال كلياته 200 فيروس فاحنا بنجيب اقوى خمس فيروسات ومنضعفهم يعني ضيفان وبيعملوا منه اللقاح. فانت اذا اخذتي اللقاح صار عندك مناعه ضد الخمس فيروسات بس هن الاكثر توقعا انه رح يصيروا معنا. فانت ما وقيتي من ال 200 فيروس انا ممكن يكون اخذ اللقاح ومع ذلك انصاب بالرشح بالزكام فهو ما نوع علاج هذا اذا هذا بالطبيعه. فكيف الكورونا طبعا سمعت موضوع اللقاح تبع الكورونا يعني لا في لقاح لسه لسه ناطرين يعني وناطرين تماما لسه ناطرين موضوع اللقاح. دكتور خلينا لكان بالختام بدنا نصيحه اخيره لكل حد عم يسمعنا لكل حد عم يتابعنا وكمان اذا في اشخاص معينين اللي بتنصحهم ياخذوا المكملات الغذائيه بهالوقت سواء كانوا اطفال ولا كبار بالعمر كمان خلينا نحكي من ضمن النصائح. طبعا اول شيء بنصح فيه انه نستقي معلوماتنا من مصادر موثوقه. طبعا وزاره الصحه عندها موقع والتلفزيون العربي السوري عنده محطات عديده عن الموضوع هذا. يفضل عدم الانجرار وراء طبعا منصات التواصل الاجتماعي الفيس والواس وجروب العيله انه نستقي منه معلومات المرض وطرق علاجه وطرق الوقايه منه. طبعا هذا احد الاسباب الرئيسيه للمشاكل اللي عم نشوفها عنا هلا بالبلد. ثاني شيء انه الاشخاص اللي هن طبعا معروف مين مناعته اكثر شيء ضعيفه اللي هن كبار بالعمر
اللي هن عندهم أمراض مناعية، اللي عندهم أمراض محددة، فهن يفضل دائماً أنه يحصلوا على الأدوية الداعمة للمناعة. طيب الأطفال اللي هلأ بدهم يفوتوا على المدرسة ب1-9 يمكن، شو ممكن الأهل يعطوهم كمان نصيحة أخيرة، دواء، فيتامين، ولا بتنصحهم ما ياخدوا شيء؟ الأطفال ممكن نحن أفضل أنه نعطيه فيتامين مقوي للمناعة، نفس الشيء هو ملتي فيتامين، يعني فيتامين سي ودي و... هيك جيلو او هيك بيجي لا في هذا الجيل جلبينو بيجي ممكن، وممكن شراب، يعني المهم انه جرعاتها هي مخصصه للاطفال، انه مو انا عم بقترح او حدا يقترح لاولاده انه خذ الدواء كذا، لا، عن طريق الطبيب والصيدلي. هي اول شيء. ثاني شيء طبعا المعلومات اللي معروفه اللي هي التباعد الاجتماعي لغسل يعني اليدين، هذا يمكن اهم شيء اليوم نحكي عنه، هو دخول الاطفال للمدرسه، لانه قديش بدك تقول لهم انه بعد هلا مشتاقين والكمامه يعني كمان مشكله الكمامه. هلا الموضوع اللي شوي يعني بيواسي انه الاطفال يعني الحمد لله الموضوع المناعه كثير قوي عندهم، والإصابة كتير قليلة عند الأطفال، وفي حال إصابة يعني. موضوع النقل هو الخوف، موضوع يعني نحن مو مشاننا مشان أو مشان الأطفال، يعني الواحد بخاف على العيلة اللي عنده، على أبوه على أمه على حدا مريض عنده، فنحاول قدر الإمكان أنه نتبع التعليمات والنظافة والتغذية الصحية أكيد نظام الغذائي الصحي. النظام الغذائي الصحي للكبار وللصغار، والله يشفي كل المرضى ويحمينا كلنا إن شاء الله. أكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمة، ونشوفك إن شاء الله بحلقات قادمة. شكرا دكتور، أهلا وسهلا فيك. هلا مشاهدينا فخلينا نروح لحمص وافتتاح أول مركز لتصنيع المؤن لدعم المرأة الريفية. تفاصيل أكثر بتقرير مراسلتنا بحمص شيرين العلي. بمبادرة شعبية وبجهود أحد المغتربين لإيجاد نموذج تعاوني اجتماعي للنهوض بالمرأة الريفية، افتتح في بلدة الحواش بمنطقة وادي النضارة بريف حمص أول مركز لتصنيع المؤن السنوية بأنواعها، إلى جانب أعمال يدوية وتقليدية ومنظفات ومعقمات. اليوم وصلنا ل 35 عائلة هلأ شغالين عندنا بالوقت الحالي، وتقريبا 50 عائلة بيشتغلوا برا المركز بالبيوت، بنبعث لهم البضاعة على البيت بيشتغلوا لنا اياها، نحن بنروح بنجيبها من عندهم وبنعطيهم هي الرواتب تبعها والاجارات تبع البضاعة اللي بيشتغلوا لنا اياها. وكانت العالم كثير مبسوطة من الفكرة، ونشكر الله يعني فتحنا دخل جديد على العائلة. اليوم هدفنا من المشروع دعم المرأة الريفية، دعمها اقتصاديا ودعمها نفسيا واجتماعيا، خاصة بهالظروف الصعبة اللي عانى منها البلد، من الخنق الاقتصادي الخارجي اللي أثر علينا، اللي أثر على ارتفاع الأسعار، على غلاء المعيشة. عم بشتغل بالسوق اللي بيدعم المرأة الريفية، فأنا كتير مبسوطة لأنه عم اشتغل وشارك. أول شيء كمان رح فيد، وبالنهاية كمان رح استفيد وفيد عائلتي. فحبينا نشارك من خلال منتجاتنا اللي قدمناها، عنا كمامات، مثل عنا كمامات طبية معقمة، عنا شاش معقم، قطن معقم، وماسكات الوقاية، وعنا رباط ضغط وشاش، وطوائق كلها عبارة عن وقائية مشان الحذر من انتشار فيروس كورونا. عشرات العائلات تعمل في هذا المشروع الحيوي، ولا سيما النساء المعيلات، ويتم دعمهن في مراحل الإنتاج والتصنيع، فضلا عن بيع منتجاتهن ضمن المركز. يعني فكرة كتير كانت حلوة ورائعة، وأنا يعني مندور نحن دوار على هيك شيء، يعني انك تلاقي منتج مصنوع بأيدي ستات بيوت بنظافة وعقامة وطعمة طيبة يعني، واسعار رخيصه. هي شغله كثير مهمه، يعني ما ممكن تلاقيها وين ما كان. اشتريت اجبان والبان، اولا لانه لقمه كثير طيبه ومميزه، وثانيا مشان من المشروع كفكره دعم المراه خطوه كثير يعني مميزه جدا. المركز الذي افتتح مؤخرا شهد اقبالا جيدا من قبل المواطنين، نظرا لتنوع مواده وجودتها العاليه، ويعد هذا المركز استمرارا لسوق الفلاحين بضيعتنا الذي تم افتتاحه منذ اكثر من شهرين، ولاقى اقبالا شعبيا كبيرا من قبل الاهالي وفلاحي المنطقه. من مركز دعم المراه الريفيه في بلده الحواش بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الاخباريه السوريه. Thank you.
ليا محطتنا الاجتماعيه والنفسيه لليوم رح نحكي فيها عن شخصيه موجوده بيناتنا. هاي الشخصيه ممكن نشوفها ببعض الاحيان بتسمح للناس اللي حواليها يتخذوا القرارات بالنيابه عنهم، حتى اهم القرارات الموجوده بحياتهم. تمام سمر، يعني هاي الشخصيه اللي عم نحكي عنها هي ما بتتصرف شيء غير انه هي بتعتمد على غيرها من الاشخاص حتى باتخاذ القرارات، حتى بابسط التفاصيل هي بتعتمد ان كان بالراي ان كان بالتصرفات على الاخرين، حتى بالنجاحات بتعتمد على الاخرين، وبالفشل اكيد بتعلق هالفشل على الاخرين. رح نحكي اكثر عن هي الشخصيه مع الاخصائيه النفسيه مروى منذر. صباح الخير مروى. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك هلا. بالبدايه خلينا نوصف الشخصيه الاعتماديه. هلق بالبداية كل إنسان بيحتاج للمساعدة والاستشارة من بعض الأشخاص المقربين اللي أكثر خبرة ودراية بالموضوع اللي هو رح يستشير الشخص فيه، والأمر هذا دائما بيكون طبيعي، بس بالوقت يلي بيصير الاعتماد تام وبكافة المواضيع وبأبسط المواضيع بنكون هوني أمام مشكلة هي الشخصية الاعتمادية. فينا نعرف الشخصية الاعتمادية اللي هي الاعتماد النفسي الزائد على الآخرين وضعف الاحترام للذات، ودائما الشخصية الاعتمادية بتعاني من توترات كثير مبالغ فيها وقت تحس حالها هي وحيدة، وهي التوترات والنوبات القلق بيرافقها أعراض جسمية مثل تسرع ضربات القلب وضيق التنفس، وأحيانا توصل معا للإغماء. هلق لنوصف الشخص أنه اعتمادي، هلق كثير نحن بمر أنه أشخاص أنه هذا شخص اتكالي أو اعتمادي، بس ممكن يكون هو مو هيك. لنحكم على الشخص أنه اعتمادي لازم يتوفر مجموعة كبيرة من الصفات والأعراض اللي هي عدم القدرة على اتخاذ القرارات حتى البسيطة بشكل يومي، أنه لمجرد أنه هو بده يشرب كاسة المي لازم حدا يقول له أنت اشرب كاسة هاي المي لهو يقوم بهذا الدرجة. والله صعب. أي وبيعاني من خوف وقلق كثير مبالغ فيه انه يتم تركه لوحده بالبيت او بالشغل، انه لازم يكون دائما محاط بالاشخاص وبيحتاج لكمية كثير كبيرة من الدعم والتشجيع والنصائح يعني على ابسط الامور. كمان فينا نعرف انه هذا الشخص اتكالي او اعتمادي بنلاقيه عم يشجع الاشخاص انه ليتخذوا عنه اهم القرارات بحياته اللي مش لازم حدا يتدخل فيها. كثير اشخاص انه فرع الدراسي دائما الاهل نحن عنا بيتدخلوا بفرع الدراسي، اما هو صغير بيكونوا محددين بالضبط مثلا دكتور او مهندس صح. او حتى بنحدد له الدراسي والمهني والشغل اللي بده يشتغله، فدائما فهو هذا الشخص بيبقى مرتاح لهالموضوع ومبسوط وبيشجعهم على انه يتخذوا اهم القرارات لإله. نعم مروى، خلينا نحكي يمكن في كثير من التفاصيل نحن كلنا بنكون اعتماديين، ولكن ايمت بيكون هذا الشيء مرضي ويعني بيهدد كيان الشخص ونفسيته، وايمت بيكون هي مرحله وبتمرق، او ممكن تكون فتره وبتمرق، او ممكن تكون انه نتيجه ضغوطات هلا هو هيك؟ صح بالضبط. هلا حكيت انه دائما نحن بنحتاج للمساعده باتخاذ القرارات، وقت يصير هذا اعتماد مبالغ فيه وغير قادر على اتخاذ القرار البسيط هون بنكون امام مشكله، ولازم تكون هي المشكله طويله المدى. انه احيانا مثل ما تفضلتي انه الانسان بيعاني من ضغوط او يعني كركبي بداخله بحاجه انه لتوجيه وللنصح، لكن وقت ما هذا الموضوع بيكون طويل المدى على يعني جميع المراحل العمريه وجميع الايام بشكل دائم عنده هالاتكال، هون بنكون نحن امام مشكله لازم. طب فينا نسقط هذا الشيء لوم على الاهل؟ اجباري اللوم الاساسي على الاهل يعني يمكن من هو صغير الشخص دائما انه انت ما تعمل شيء انا بعمل، وقت بدك تعمل اسالني، وقت بدك تعمل ما تتصرف لحالك. هذا الشيء قد ايه كمان بياثر؟ هلق التربيه هي السبب الاساسي بالشخصيه الاعتماديه. هلق في اهل من باب انه الدلال زايد للطفل انه انا ما بدي اياه يتعب،
بدي دلله، بدي حقق له كل شيء، بيكون هو عم بيربي شخصية اعتمادية وهو ما بيعرف بهالشيء. وقت ما بيوصل الطفل لمرحلة المدرسة هون بتبلش المشكلة، بتصير تظهر يعني بشكل مبالغ انه الأنسة بالصف، بتلاقي هذا التلميذ غير مستجيب يعني غير لهي توجهه بالتعليمات ليقوم بالمهمة. ودائما الأهل بيحكوا مع المعلمة إنه هو هيك ما بيعرف، أنت ساعدي، يعني بيصيروا بدهم يكملوا بالمدرسة على هي الشخصية، بدهم يعززوا فيه الاتكالية والاعتمادية. أكيد إجباري. بس ضروري كل الشخصيات تكون شخصية اعتمادية. مثلا نحن ببيتنا بعائلتنا ربينا كأنه كلنا واحد، نحن ست بنات، أكيد بدي وجه تحية لكل عائلتي. الله يخليك. فنحن ست بنات يعني ربينا وكبرنا ونحن كلياتنا قراراتنا مشتركة، يعني من أبسط الأمور لأهم قرارات حياتنا كلياتنا واحد، يعني دائما بنتناقش بكل أمور حياتنا، ودائما القرار ما بيكون مثلا مني أنا وكل إخواتي وبابا وماما، قرار مشترك. فهي الشخصية وعن قناعة. ايه أكيد عن قناعة، وكنا واحد يعني نحن بعائلتنا، فهي الشخصية تعتبر اعتمادية. لا هي أكيد شو ما بتعتبر اعتمادية يعني. هي الشخصية التشاركية بعيدة تماما عن الشخصية الاعتمادية. هلق أنت إذا بدك تجي الصبح مثلا تستشيري أختك إنه حلوين هيك الأواعي علي أو لا، شعراتي هيك عجبينك ولا لا، هي تشاركية مو أكثر، يعني بهمك الرأي الآخر، أما أنت بترجعي لقرارك أنه شاور مية ورجع لرأيك على هالمبدأ. أما الشخص الاعتمادي على سبيل المثال هو ورفيقه مثلا بيدرسوا فرع، أنه شو رفيقه حابب يدرس هو بيروح مع صديقه خلص، بغض النظر هو عنده القدرة لدراسة هالفرع، عنده الرغبة يدرس هذا المجال أو لا، بس أنه لا هو أنه هذا سجل هذا الفرع معناته أنا لازم سجل معه. تمام. لا يعني ما بيقرر القرار من داخله هو، شو ما بيملي عليه بنفذ بس مو أكثر. تمام تمام. يعني من شوي حكينا أنه أحيانا الشخصية الاتكالية أو الاعتمادية هي ممكن تكون مشكلة نفسية، وممكن تكون هي مشكلة مؤقتة شخصية. أو مشكلة مؤقتة شخصية. هاي الاضطرابات نحن كيف فينا نتعامل معها، مو بتعامل عادي ولكن بتعامل علاجي، خاصة بالمحيطين يعني والأهل. بالتأكيد. هلق العلاج الاتكالي هو علاج نفسي بالدرجة الأولى، بيهدف العلاج النفسي له لجعل الشخص أكثر فاعلية ونشاط وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات. بنحاول نعزز ثقته بنفسه بالتشجيع والتحفيز، نعطيه مهام بسيطة من هو صغير يعني سنة وفوق، فينا نحن نطلب من الطفل حسب قدرته هو شو بيقدر يعمل مهام، نطلب منه يقوم بهاي المهمة ونشجعه ونكافئه عليها. فنحن نعمل على تعزيز الثقة بالنفس ونخليه انه انسان يعتمد على نفسه بالدرجة الاولى. والشخصية الاتكالية فينا نحن نعلمها طرق جديدة لبناء علاقات صحيحة مع الاخرين. تمام أكيد. هلا خلينا نحكي الشخصية الاعتمادية دائما تيجي لعند الشخص الآخر بقصة العواطف وقصة تأنيب الضمير، بالضبط. يعني دائما بيحط الشخص الثاني يعني بخيارين، إما حترد علي وتعمل اللي بدك إياه أو أنا بدي خليك تعيش بدي خليك تعيش أنت بتأنيب الضمير وبالزعل. خلينا نحكي نصيحة أخيرة، كيف ممكن المحيطين يعني هن أشخاص ما بنقدر نتخلى عنهم بحياتنا، خلينا نحكي شو هي النصيحة لنقدر نتعامل معهم بالشكل صح ونخليهم يعتمدوا على نفسهم ويمنع شعور تأنيب الضمير من حياتنا. هلق الشخصية الاعتمادية عندها قدرة كبيرة على الابتزاز العاطفي، بتستخدم كلمات وجمل بتخلي الإنسان اللي قباله يحقق له الطلبات اللي رح يقوم فيها. لهيك دائما عند التعامل مع الشخصية الاعتمادية لازم نبتعد عن العاطفي بالمرتبة الأولى وما نستخدم العاطفي نهائيا معا، ونرفض القرارات ونرفض المساعدة. وقت ما نكرر رفض تقديم المساعدة للأشخاص الاتكالية بنشجعهم على يعتمدوا على نفسهم بالمواقف اللي رح تجي بعدين. التحفيز مثل ما حكينا انه اذا لقينا عم بيقوم بمهمة بدون ما حدا يطلب منه يقوم بهاي المهمة، حتى لو ما طبقها بالشكل المناسب او يعني على اكمل وجه، نحن
نقدم له تحفيز تشجيع سواء المادي او المعنوي. ممكن كلمه انه برافو، احسنت كثير، ممتاز، انا اليوم مبسوطه منك، ممكن هاي الكلمات كثير تشجعه انه يعني يصير هو يقوم بالمهام بدون ما حدا يمليها يعني عليه. نحاول نكسبه الخبرات والمهارات لينجح هو بحياته، ونحن نسبب له النجاح، هو يكون شخص ناجح. خلي النجاح ينبع من داخله، ونحن نخليه ينجح. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، بنشوفك اكيد. يعطيكم العافيه. شكرا. وهلا يا ليا حننتقل الى السويداء بمناسبه اليوم العالمي للشباب، اقيم في مديريه الثقافه في السويداء احتفاليه ثقافيه شبابيه. تفاصيل مع مراسلنا شام حمدان. افتتحت مديريه ثقافه السويداء وتحت عنوان شبابنا لون غدنا، وبمناسبه اليوم العالمي للشباب احتفاليه ضمت الكثير من الفعاليات المتنوعه والكثير من النشاطات الهادفة. احتفالية يوم الشباب الدولي اللي تقام برعاية السيد وزير الثقافة وبالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل بوزارة الثقافة. هاي الاحتفالية مخصصة للشباب طبعا ليقدموا فيها إبداعات وموهبهم، ليقدموا فيها مساحة نشوف فيها أعمالهم الفنية، موسيقى، غناء، مسرح، رقص، فنون يدوية. نحن طبعا أخذنا كافة الإجراءات الوقاية، في قياس الحرارة، في التعقيم وتوزيع الكمامات على الحضور، والتقيد الشديد بنسبة الحضور. شيء كتير حلو، شباب كلها حركة وحيوية وحياة بزمن الكورونا والهم، فبيدخلوا لنا الفرحة. إن شاء الله يا رب على طول هيك شبابنا يا رب. تضمنت الاحتفالية عرضا مسرحيا وأصواتا شابة، ومعارض رسم وأعمال يدوية ومواهب وفنون متنوعة، وغير ذلك الكثير، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. هلق انا المشروع اللي مشاركه فيه هو مشروع بلاك اند وايت. المشروع هو عباره عن رسم بالابيض والاسود على الحجار الصغيره ودمج بين الحجار والخشب. طبعا المشروع صار له سنتين ولاقى اقبال وتقبل من كثير فئه من العالم، بحكم انه في يعني حاولت يكون في دقه بالرسم. بنصح كل السيدات انه اللي عندها مواهب او اللي بتحب تتعلم كمان، انه تطوع اي شيء بتقدر تشتغل منه، مثلا الخيطان، الاقمشه، الادوات، يعني تقدر تعمل منها شيء تستفيد منه هي وبيتها وتهدي منهم كمان احلى ما تشتري باسعار غاليه من السوق. تمتد هذه الفعاليه على مدار 5 أيام بهدف نشر الفرح والتفاؤل في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها سوريا. من السويداء للاخباريه السوريه شام حمدان. وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم يا سمر. يعني كتير مننا وصل لمرحلة أنه هو كتير تعب نفسيا، كتير مننا وصل لمرحلة أنه عم يبحث على أي شيء بيحقق له 1% من السعادة، وحتى إذا ضحك بيقول الله يسترنا من هالضحكة. وكتير من الأشخاص بيلجأوا لحبوب لحتى تقوي لهم المناعة، ونحن كلنا بنعرف أنه النفسية الحلوة هي يعني أكثر مناعة بتعطي لجسمه. إذا خفت النفسية أو ضل عنا نوع من الطاقة السلبية ممكن تخفف من مناعة جسمنا. رح نحكي أكثر عن هالموضوع وعن المناعة والمناعة النفسية لجسمنا مع ضيفنا وسام بركة، مدرب تأهيل تنموي ومدرب يوغا. صباح الخير. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية، يسعد أوقاتكم وأوقات المشاهدين. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك عن جديد. بالبداية مثل ما حكينا طفنا أنه الصحة النفسية بتأثر على الصحة الفكرية. الواحد إذا تعبان نفسيته فكره أكيد حيكون مشغول بأشياء تانية، ما عاد يركز. فخلينا نشوف شو الفرق بين الصحة النفسية والصحة الفكرية. أكيد الصحة النفسية صارت هلأ بمستوى أهم من الصحة الجسدية، لأنها بتأثر كتير على الصحة الجسدية بمختلف الأساليب. خلينا نعرف الصحة النفسية. الصحة النفسية بكلمة بسيطة إذا فينا نعرفها هي السعادة،
هي قدرة الشخص على الاستمتاع بالحياة، على إيجاد التوازن والتناغم بين الحالة العاطفية والحالة العقلية. لما ننام نحن ونحط راسنا على المخدة ما يكون في أصوات كتير موجودة بداخلنا وعم تتصارع هالأصوات، لما يكون في سلام داخلي عنا، لما نقدر ننتمي للمجتمع ونقدر نكون عنصر فعال بالمجتمع. فبتحسي هاي العناصر عناصر حلوة وطبيعية، وهي أي شخص ممكن يتفق معنا أنه هدول الأشياء هي أساس السعادة وأساس الحياة السعيدة بالمجتمع. تمام. هلا إحنا ما بدنا كتير نحكي بشيء أفلاطوني، نحن بدنا نحكي واقع. نحن مرقنا بسنوات من الحرب، راحوا كتير من الأشخاص من حياتنا، استشهدوا وكتير من الأشخاص فقدناهم، كتير من الأشخاص سافروا، حياتنا كلها تخربطت من مكان نقلنا لمكان تاني، وهلأ لما هيك نفرج شوية علينا صار عنا كورونا، فنفسيتنا أوريدي تعبانة وخاصة بمرحلة الشباب. هون اليوم نحن كيف فينا نقوي حالنا ونساعد حالنا لحالنا، ما ننطر مساعدة تقوية الشخصية أو النفسية من حدا تاني؟ 100%. شكرا لك على السؤال، خصوصا الأوضاع مثل ما تفضلت الموجودة حاليا. إحصائية عالمية حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 50-70% من العالم بيعانوا من عدم صحة نفسية، فما بالك بوضع اللي نحن فيه، طالعين من حرب والأمور الاقتصادية اللي شوي منا ظابطة، والأمور الصحية الأخيرة اللي صارت الكورونا. فهون بلش بشيء واللي هو سلوغن، يعني مثل مبدأ موجود على التلفزيون السوري انتبهت له، الهاشتاج اللي هو وعيك أماني. كتير حلو انه كيف الوعي الأساسي هو المفتاح للسعادة، كيف نحن بانتباهنا لأشياء صغيرة بحياتنا، وبنحكي عنها باختصار بعد شوي، كيف نحن فينا ننتبه لهذا الشيء، كيف الصحة العقلية مختلفة عن الصحة النفسية. وهي نقطة حاب بس وضحها، انه الصحة النفسية هي متعلقة بالذكاء العاطفي، هي متعلقة بنفسيتنا. الصحة الفكرية هي متعلقة بالذكاء الأكاديمي اللي بيسموه الاي كيو، الصحة النفسية الاي كيو، كيف نحن بنتحكم بمشاعرنا ونفهم طبيعة مشاعرنا ونفهم شو المفاتيح اللي ممكن تخليني أنا سعيد بمنتهى البساطة، شو الأشياء اللي ممكن سويها أنا لحتى أكون سعيد بحياتي. إذا فينا نطلع بس بنظرة على شو أعراض الاختلال بالصحة النفسية، عندك أهم شيء هو الاكتئاب من أهم الأعراض، وهو موجود أكثر من نصف سكان العالم بيعانوا من حالات متفاوتة النسب كنا بالاكتئاب. كنا عيب نقول اكتئاب، هلا مكتئبة. كيف هيك مكتئبة؟ كنا بنقول عيب انه شو مكتئبة؟ هو حالة طبيعية، واحيانا بتكون حالة مثل طنجرة الضغط لما تكون تنفس عن الشيء الموجود. فممكن الاكتئاب بحالة صغيرة بدون ما يكون ادمان، وبيكون بدون ما يكون حالة عميقة يكون وسيلة للتنفيس. فواحدة من الاعراض هي الاكتئاب، واحدة من الاعراض الثانية هي الاجهاد، لما نحن نكون ننام ونضلنا في تعبانين. واحدة من الاعراض الثانية هي عدم القدرة على التركيز، بتلاقي في تشتت، الواحد بيكون سهيان. عدم القدرة على الانتماء على المجتمع والمشاركة، العلاقات الأسرية والعلاقات العاطفية كمان بتكون ما فيها توازن، احترام الذات وقبول الذات وقبول الآخر، فبيكون في أحيانا خلل. فإذا بطلع هدول الأعراض بتلاقي حواليك موجودين كتير، كتير موجودين بكل مكان، بكل مكان بالضبط، خصوصا بهالواقع. طيب خلينا نحكي الصحة النفسية والصحة الفكرية، قديه بتأثر على مناعتنا وبتأثر على صحتنا الجسدية؟ خلينا نحكي عن تأثيرها الكبير، وكيف ممكن نحن ندعم جهازنا المناعي بصحتنا النفسية والفكرية؟ حلو الحكي. خلينا نحكي أول شيء عن التوتر. نحن لما نتوتر الدماغ بيرسل سيالة عصبية، وهي بعلم الطاقة، هي الطاقة اللي بتمرق بجسمنا. هاي السيالة العصبية بتأثر على كتير من أنواع من الغدد الموجودة فينا. واحدة من الغدد هي الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية. هاي الغدة وقت التوتر تصدر شيء هرمون اسمه كورتيزول. الكورتيزول وظيفته كتير سيئة، بيأثر على
الجسم المناعي على الكريات البيضاء، التهابات بالجسم، بعض التهابات الجسم بتطلع 100% الأمراض. بيأثر حتى على حرق الدهون. يعني تخيل الأشخاص اللي عندهم سمنة بتطلع على حياتهم أنه بيكونوا متوترين بحياتهم. ليه؟ لأنه هو هرموني، مش بس لأنهم هني عم بيحاولوا يعوضوا بالأكل ويفرغوا مشاعرهم بالأكل. فالكورتيزول هرمون كتير ضار، بيأثر على الضغط، بتلاقي الأشخاص اللي بيتوتروا معهم ضغط. في أعراض تانية إذا فينا نحكي كمان، الأشخاص اللي بيقلقوا كتير الوري بيأثر على المعدة، بتلاقي بيصير عندهم ألسر اللي هي القرحة، بيصير عندهم القرحة أو تشنج القولون العصبي بالضبط بالجهاز الهضمي من القلق. الحزن بيأثر على الرئتين، بتلاقي الأشخاص اللي بيحزنوا تنفسهم سطحي وبصيروا بيلد، يعني بصيروا شاحبين. بتلاقي الشخص اللي حزنه طويل وعميق بيصير بيأثر على رئتيه. الأشخاص اللي بيغضبوا بيأثر على الكليتين. التوتر اللي حكينا عنه بيأثر على القلب. في عالم كتير بيموتوا بسكتات قلبية أو سكتات دماغية. فبتحسي إنه الحالة النفسية لها أثر كتير كبير على الحالة الجسدية. يعني بتشوف أشخاص يمكن صار لهم أسبوعين وثلاثة بلا نوم، بس هن مبسوطين لأنه عم ينجزوا هذا الشيء، يمكن ما بيحسوا بإرهاق جسمهم لأنه عم يحققوا شيء نفسيا هو شيء مهم. خلينا قبل ما نختم نروح لمجال اليوغا شوي ونعلم الناس كيف فينا في الصبح نروح الطاقة السلبية من جسمنا عن طريق التنفس لحتى نستقبل يومنا بطاقة حلوة، لحتى نفسيتنا تكون شوي ريلاكس وننسى شوي ضغوط. بلش من الصبح وبالليل قبل ما ننام، شو لازم نعمل لنكب كل شيء ورا ظهرنا؟ أوكي، سؤالك كتير حلو. ولما كنت عم تحكي بدي بس تعليق بسيط على الإجهاء، على العالم اللي بيشتغلوا بيحسوا ولو كانوا تعبانين. نحن لما نشتغل بحقوا شيء، تحقيق الشيء بالإنسان بيفرز هرمون الدوبامين، وهو واحد من الهرمونات الأربعة على السعادة. لما تنجزي شيء أنت أو حدا يثني عليك إنجاز داخلي أو إنجاز خارجي، بيفرز هرمون اسمه الدوبامين. في هرمونات أربعة تانيين هني لهم علاقة بالسعادة، بس بدي أعطي نظرة عنهم وبعدين بختم عن اليوغا. الهرمون الأساسي هو هرمون الأندروفين. الأندروفين لما نروح نلعب رياضة الجسم بيفرز هالهرمون للتغلب على الألم. بس هذا الهرمون له شعور بالسعادة، مشان هيك نحن بنحس بالسعادة بعد ممارسة الرياضة والرياحة. الضحك بدنا جرعة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا من الضحك لحتى نكون بحالة صحية ممتازة. فخلينا نكون حتى إذا ممكن نتفرج على شيء صغير، ممكن مشهد تلفزيوني أو أشخاص ممكن يكون يسببوا لنا السعادة يكونوا موجودين حوالينا. الشوكولاتة تفرز الهرمون الأندروفين، وحتى الحد التشيلي بيبر كمان تفرز هذا الشيء. فالأشخاص اللي بيحبوا الحد والشوكولاتة فبينفرز هالهرمون وبيخليهم يحسوا بالسعادة. الأوكسيتوسين هو هرمون الحب، لما نكون بحالة حب عاطفية أو أسرية، حب الطبيعة، حب الأطفال، حب أي شيء بينفرز هذا الهرمون فينا. فالسيروتونين هرمون لما نساعد غيرنا، لما نساوي هدول الأعمال اللي هي أعمال خيرية ومنسويها نحن لوجه الله، بس بالنهاية عم تقدم لنا سعادة داخلية. فهي المقطع بالنسبة للسعادة والهرمونات. الجزء الثاني اللي حابب أحكي عنه اللي هو اليوغا. أنا كمدرب يوغا، قبل ما أكون مدرب يوغا أنا مختص بالتنمية البشرية والتنويم المغناطيسي وعلوم الطاقة. اليوغا غيرت لي حياتي كتير، خلتني أتخلص من كتير إشياء، من الغضب اللي كان ممكن يكون عند أي شخص، من حكم الذات، من الحكم على الذات، من أمور كتير عن طريق اليوغا والتنفس. اليوغا هي رياضة روحية قبل ما تكون رياضة جسدية. بدي أقول شغلي، الصلاة هي رياضة روحية وبتشبه اليوغا. يعني الأشخاص اللي بيمارسوا صلاة هن عم بيمارسوا يوغا روحية بطريقتهم، كأنه بيروح على المسجد أو بيروح على الكنيسة أو أي معبد، فهو عم بيمارس يوغا روحية. وهي كمان الصلاة بتفرز هرمون الأندروفين. ف
فبس نروح نصلي ونحن كونكت مع اليونيفرس او كونكت مع الكون او مع مع الاله اللي بنعبده، هذا الشيء بيخلينا راحه نفسيه. مو معقوله سواء رحت على مسجد ولا رحت بالزبط. على كنيسه، راحه نفسيه، بتحس بطمانينه، بتحس عن جد بطاقه ايجابيه. متشكرك، متشكر كلامك، متشكر وجودك معنا وطاقتك الحلوه اللي نشرتها بصباحنا غير. شكرا لكم ويسعد صباحكم، وبتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالسلام والطاقه الايجابيه. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. ولهون يا سمارة بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. بدي اتمنى جمعه مباركه واجازه حلوه تمضوها مع بعض بالتباعد المكاني اكيد بين بعضكم، كمامه الكمامه، المعقمه، تغسلوا ايديكم منيح، تغذوا كثير منيح، وانتبهوا كثير منيح على حالكم، لانه صحتكم هي امانه بين ايديكم وصحه الاخرين ايضا امانه بين ايديكم. الله يحميكم ويبعد المرض عن الكل ويعطيك العافيه، ونهارك سعيد. ونهارك سعيد يا ليا، وجمعه مباركه. اكيد يوم الجمعه اكيد لكم كمان جمعه مباركه لكم. مثل ما حكيت بالبدايه حانهي كلامي اليوم بالله يحمي الاطباء ويحمي جيشنا العربي السوري، والله يشفي كل المرضى ويرحم جميع الشهداء. لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، بنلتقي بكره على الساعه 9 والى اللقاء. باي.